ارتفاع أسعار النفط متجاوزة حاجز 70 دولاراً قد يغطي العجز الحاصل في الموازنة خلال الشهرين المقبلين. هكذا يأمل نواب طالبوا الحكومة بزيادة التخصيصات المالية لبعض المؤسسات الخدمية والمحافظات في ظل الوفرة المالية المتحققة، بالإضافة إلى انتفاء الحاجة إلى خفض سعر الدينار مقابل الدولار. على حد قولهم مبلغ العجز متوفر، احنا نتحدث عن رقم تقريبي او سعر تقريبي موجود في الموازنة اللي هو 45 دولار، ونحن اليوم نبيع اكثر من 70 دولار وطوال هذه الاشهر، واذا الوفرة متحققة لسد العجز اللي موجود في الموازنة ولمعالجة موضوع تغيير سعر الصرف. نطالب الحكومة ان تعيد هذا المبلغ اللي هو 1.5 تريليون لموازنة دائرة الرعاية الاجتماعية حتى نشمل عوائل جديدة ونخفض نسبة الفقر. رئيس اللجنة المالية النيابية نفى تحقيق اي وفرة مالية حتى الآن، موضحا أن زيادة أسعار النفط لن تسد العجز الحاصل بالموازنة في ظل استقطاع كلف إنتاج النفط وتسديد القروض الخارجية والداخلية التي بذمة الحكومة. على الأسعار الحالية ما زال عندنا عجز حقيقي بالنفقات الاستثمارية والتشغيلية مقدارها تقريبا 30 تريليون. فأنا أتفاجأ من بعض الأخوة السياسيين أو حتى الأخوة الاقتصاديين يطلعون يقولون كوفرة، وين كوفرة؟ الوفرة عادة بتتحقق بالزيادة أول ما تروح لسد العجز، ما زال عندنا عجز إلى الآن. يعني أنا أروح أقترض وأنا عندي وفرة مالية مثلا متحققة، ليش أروح أقترض بفائدة كبيرة مثلا؟ فبالتالي ما زلنا لحد الآن نحتاج أنه يجوز نرجع 1 مليون برميل اللي استقطع أصلا من الكميات اللي المفروض ينتجها العراق حسب اتفاقية أوبك، يلا ممكن نسد العجز اللي موجود حقيقي ونقدر نصرف كل الموازنة. ويرى خبراء اقتصاديون أن الدولار الواحد الناتج عن ارتفاع سعر برميل النفط سيؤدي إلى تقليل 1.5 تريليون دينار من عجز الموازنة، في وقت بلغ المعدل الكلي للصادرات 2,816,000 برميل نفط يوميا. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد.